التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وقال النهاردة أنه استعرض خلال هذا اللقاء الحقيقة الجهد اللي بيبذل واللي شهدته النقابة خلال الفترة الماضية وأوضاع مهنة الصحافة. أكد كمان أنه اللقاء تطرق إلى التشريعات ومستقبل الصحافة، وتطرق أيضا الحديث إلى ضرورة وجود تشريع وتوفير لموارد النقابة، نقابة الصحفيين طبعا، وضرورة خوض تفاوض أيضا مع وسائل التواصل الاجتماعي وتوفير موارد أخرى للنقابة. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل عن هذا اللقاء وما دار فيه. معنا الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ومساء الخير على كل المشاهدين. مساء الخير على حضرتك. حضرتك كلنا يعني أولا هذا اللقاء وما دار فيه والأهمية اللي خرجت بيها من هذا اللقاء، تفضل. أول لقاء النهاردة كان مهم جدا، لأنه كان جزء من التواصل مع ما بين النقابة والحوار المفتوح ما بين النقابة وبين أجهزة الدولة، وطبعا في واللقاء كان مهم على أنه على مستوى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي. خلال اللقاء كان محاولة لاستعراض أوضاع الصحافة بشكل عام، محاولة لاستعراض الجهود اللي ممكن نطور بها المهنة. كان في دعوات كمان لأن احنا الإعداد للمؤتمر العام باسم إعداد المؤتمر العام القادم لنقابة الصحفيين اللي هو بيناقش قضايا المهنة وأوضاع الصحافة وتطويرها، مناقشة لكل قضايا الصحفيين ومطالبهم في الفترة القادمة من أجل تطوير المهنة ومن أجل كمان تطوير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مطالب متعددة. كمان كان في جزء مهم له علاقة بمستقبل النقابة وكمان وكيفية توفير يعني موارد للنقابة، سواء من خلال فني تشريعات لو توفير هذه الموارد، وكمان من خلال الدعم المستمر اللي بتقدمه الحكومة لنقابة الصحفيين. الحقيقة استعرضنا كثير من القضايا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بدأ اللقاء بتقدير واضح للصحافة وبتقدير واضح للجهود اللي بتبذلها الصحافة وإدراك للتحديات اللي بتواجهها، وإحنا كنا حريصين خلال اللقاء على استعراض يعني الأزمات اللي بتواجه المهنة، المطالب الخاصة بالصحفيين المتعلقة بالأجور والأوضاع الاقتصادية والدخل ودخول المستوى الصحفيين، أوضاع بعض زملاء الموجودين في الصحف القومية، كل ما يتعلق يعني. حوالي اللقاء امتد إلى أكثر من ساعة، ربما ساعة وربع، فكان لقاء يعني متنوع وشاهد الكثير من التفاصيل المختلفة. طيب يعني شيء جميل طبعا انه سيد رئيس الوزراء يكون موجود مع يعني اهل مهنه الصحافه، وانه يكون في الحقيقه الاهتمام بكمان النقابه والموارد الخاصه بالنقابه. ايه الشيء اللي حضرتك بتعمل عليه واللي بعد هذا اللقاء ان شاء الله يكون في شكل افضل واحسن؟ ادينا بس مثل يعني. لا احنا ناقشنا كل الاهم. احنا دلوقتي الاهم جزء مهم جدا هو الاوضاع الاقتصاديه للصحفيين، وده كان محور نقاش طويل طبعا. وجزء مهم تاني هو التطور المهني للنقابه للصحفيين بشكل عام، وده الموضوع الرئيسي اللي هو مؤتمر العام لنقابه الصحفيين، وهو مؤتمر سيناقش كل قضايا المهنه منها الاوضاع الاقتصاديه، منها مستقبل مهنه الصحافه نفسها. صحيح. وايضا سيناقش ايضا اوضاع التشريعات والحريات والعقبات اللي بتقف امام يعني الصحافه بشكل عام خلال هذه الفتره. ودعونا الحكومة لأن كل الأمر يتم تحت رعايتها، بحيث يكون نقاشات مفتوحة ومن خلال جزء من التواصل مع الدولة خلال نقاش هذه المطالب. والدكتور مصطفى مدبولي أبدى ذلك، يعني رئيس الوزراء أبدى اهتمام بده جدا. كمان دعوناه لفكرة احنا عندنا جوائز التطوير، ازاي تطوير الجوائز الصحافه المصريه بحيث تكون لائقه بمصر ولائقه بنقابه الصحفيين. وهو ايضا ابدى استعداده لرعايه جائزه النقابه لهذا العام، واللي اتمنى يمتد ده لقطاعات مختلفه من الدوله بحيث نخرج بشكل يليق بجائزه الصحافه المصريه. طبعا ناقشنا قضايا اخرى مهمه، انا تقدير ان في بعض التفاصيل يعني ننتظرها قريبا ونتمنى ان تتحقق قريبا على مستوى العديد من المطالب، سواء تتعلق ببعض الاوضاع الاقتصاديه او ايضا تتعلق
ب يعني ما الخدمات التي تقدمها النقابه للزملاء الصحفيين. اكيد تظل دايما الصحافه المصريه عنوان هام في الاعلام المصري دائما طول الوقت، وهي ايضا يعني جزء من التنوير اللي بيشهده المجتمع من خلال ما تقدمه الصحافه المصريه. الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، استاذ خالد اشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لحضرتك.